موقفكم اليوم؟ يعني هناك على ما يبدو موافقة مع بعض الفرقاء السياسيين في اليمن على يعني تكوين مجلس رئاسي، ما موقفكم اليوم؟ أنا أعتقد أن المجلس الرئاسي في ظل الوضع الحالي يفتقد لشرعيته الشعبية بداية، ولن يعترف به من قبل المجتمع الدولي باعتبار أن جماعة الحوثي التي تسيطر فعليا اليوم على مؤسسات الدولة والتي فرضت هذا المجلس هي منظمة تعتبر منظمة إرهابية في منظور الكثير من دول الجوار. في ظل عدم وجود شرعية شعبية لهذا المجلس، فنحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أكدنا ولا زلنا نؤكد على انحيازنا إلى الشارع الرافض لتشكيل نعم. هذا المجلس، لأن هذا المجلس سوف يقضي على آمال وأحلام الشعب اليمني الذي خرج في 11 فبراير من أجل بناء دولة نعم. مدنية ديمقراطية، لا دولة تحكم بقوة السلاح.